الواجهه تاعو معروسه، درجه الفعاليه تاعها. دونك يعطيك على الراس راك فرص النجاه 0%. حراك جزائري يحرق في عجل الطائرة عندك 0.01% فرص نجاة. واحد يدخل المنطقة العازلة يدوش على بعضنا بقضية مربحنا فيها وزدنا خسرنا أرواح تاع جزائريين. هنا الجزائر وما فتحناش الكاميرا، كنا حابين نشوفه. انا ما قدرتش نفتح الكاميرا، ما عنديش لا لا لا، ماشي انت اخويا اللي سبقك. السلام عليكم، مساء الخير، تفضل. السلام، حبيت نسقسيك انا حاجه برك. باغي نسقسيك. انا اسكو ما تظنش باللي لو كان الصحراء تطيح 100% مروكيه، الجزائر راح تنقص الحدود تاعها؟ يعني ولا الصحراء فعلاً مغربية، هل لا تظن بأن الجزائر راح في الحدود تاعها راح تنقص؟ لأنه خويا أعطيني عملية إرهابية وقعت في حدودنا الغربية في السنوات الأخيرة، تفضل. السنوات الأخيرة إرهابية كان سائقين ماهيش إرهابية، هذوك سائقين راحوا دخلوا الأراضي، ماهيش أراضي جزائرية أو أراضي نظام تسمى منطقة عازلة، الدوران عطاهم للراس خويا. واش راح ندير لهم أنايا؟ تما انت خاطيك انت، اوكي خلاص هيا فهمنا. اوكي دوك نشوفوا هما مستقبلا، نشوفوا الجزائر ولا راح تنهار كيما راك. ما عطيتنيش بصح العمليات، انت قلت لي الحدود تاعنا قادره تنفجر، اعطيني التهديد اللي يجي من الحدود الغربيه في السنوات الاخيره، تفضل. لا التهديد باين، تهديد كل مغاربه المرار كرامي يطالبوا بالصحراء الشرقيه. شكون الصحراء الشرقيه؟ جاو رم في الحدود، جابوا السلاح وصادمين خويا. لا مازال، انا نقول لك لو كان طيح الصحراء الصحراء الغربيه، لو كان طيح راح نكون عندنا مشاكل في الصحراء تاعنا. ديرها مليح في راسك. دوكا ما عندناش مشاكل تاع بوليساريو يدي في ملايير الدولارات من اموال الشعب الجزائري، المشكل هذاك ما شفتوش. لا البوليزاريو يعني دولة عندها مناطق محررة. وين دولة؟ وين المناطق المحررة؟ شكون عايش فيها المناطق المحررة؟ عندها مناطق المحررة راهي باينة مرسومة في الخريطة. وين المناطق المحررة؟ أنت كنت درك راك تناقض في نفسك، قلت كاين شاحنات جزائرية دخلت لهذيك المناطق، الدرون عطاهم للراس. دونك وين راحت المناطق المحررة؟ انت اللي راك تناقض في نفسك، ما دام هي مناطق محرره يعني تسمح بعبور شاحنات جزائريه. ها بصح كي دخلت الشاحنات الجزائريه عطاهم الدرون للراس صديقك، انت قلتها. لا عطاهم الدرون للراس، ولكن المنطقه هذيك ما عندهمش الحق المروك يدخلوا. ما عندهمش الحق المروك يدخلوا، لان المنطقه هذيك اصلا راهي تحت حمايه تاع مش من المنطقه. ما العيون دركا في يد من يسير دركا العيون الداخله في يد من؟ في يد المروك. شكون في يد من؟ في يد المحتل. دونك ماهيش محرره. لا العيون ماهيش محرره، ولكن مع الحدود الموريطانيه. خويا اعطيني مواطن جزائري من غير هادو تاع الشاحنات اللي خرجوا من الحدود الجزائريه، اعطيني مواطن في تندوف الاسم تاعو مات في قصف مغربي. ما كانش لحد الان ما كان، ولكن التهديدات راهي التهديد الوحيد هو ناس في تندوف يديو في ملايير الدولارات من اموال الشعب الجزائري. لا وعندهم سلاح، مسلحين، عندك وعندهم أسلحة ثقيلة. عندك لي بروف؟ تعوا لي بروف؟ لي بروف باللي الجزائر يشري السلاح للبوليساريو. انت شكون يشري لهم؟ ان شاء الله يطيح عليهم من السماء. لا اسمع تبع مليح الوضعيه كيفاش راهي تطور خويا. شوف استنى برك باش ما نتشعبوش، اعطيني التهديد خويا. راك تكلمت في قضيه حساسه، اعطيني التهديد. انت قلت لي الحدود الغربيه تاعنا، لو كان مثلا لا قدر الله تما يعترف تنتهي القضيه هذه، تصير حدودنا مهدده. دونك درك راه كاين تهديد، واش هو اللي جاينا من الحدود الغربيه حنايا؟ الغربيه شكون يجيك؟ يجيك المروك.
كش ما جا عطيني اسماء تاع ناس ماتت في قصف مغربي. لا ما قلتلكش كاين اسماء، قلتلك تولي مهدده. افهم افهم متفهم العربيه انت؟ كيفاش تولي دركا؟ هذه الاراضي راهي في يد المغرب اصلا، العيون انت نفسك قلت راهي في يدهم، الداخله في يدهم. الاراضي اللي تسميها محرره رانا اتفقنا باللي اللي يدخل ليها الدرون يعطيه. دونك البوليساريو راهم في تندوف داخل الأراضي الجزائرية. أنا حاب نفهم من يهدد الجزائر؟ أليس البوليساريو اللي يديري في ملايير الدولارات؟ ما تقطع ليش الكلام، خليني نكمل كلامي. تفضل. باش نحاوروا مليح، نحاوروا مزيان كما يقولوا المغاربة. قلت لك الخط، الخط الحدودي مع اللي مع موريتانيا كله محرر من طرف البوليساريو المغربي. الله أكبر. نعم ما يقدرش على بالك باللي اسمع، على بالك باللي البوليساريو مش يقول في الكلام تاعك. اوكي معليش خليني نكمل لك. هي شوف لي هادو ما راكم تفوتوا في مغالطات وتقولوا الجزائر تدعم بالسلاح اسمه البوليساريو، هذه غلطه، لانه كاين عقود مع الصحراء الغربيه، مع المسؤولين تاع الصحراء الغربيه، مع شركات اجنبيه. شكون خويا راك تقول الصحراء الغربيه؟ شكون الصحراء الغربيه هذه؟ شكون الصحراء الغربيه؟ الصحراء وين بلاصه؟ وين بلاصه؟ رانا اتفقنا باللي الصحراء الداخله والعيون ومن يسيرهم الدوله اللي هاك، ورانا اتفقنا باللي ما عندهمش اراضي وراهم في تندوف. درك انت راك تتكلم على البوليساريو، ماكش تتكلم على حاجه اسمها الصحراء الغربيه. اوكي المهم الخط الحدودي مع موريتانيا راه محرر خويا. ما كان حتى خط حدودي مع موريتانيا. مع موريتانيا الموريتانيين راهم تعرضوا الى القصف داخل المناطق هذيك، وراهم يضلوا يشكيوا، يقول لك هذوك مساكن اللي يروحوا يسترزقوا ينقبوا على الذهب، في بعض الاحيان يتجاوزوا الحدود، الدرون ثاني يعطيهم للراس. انا مانيش انا الدرون الله غالب خويا. لا الموريتانيا تشكي على جال القرقارات، يعني في اشتباه. لا راك تخلط القرقارات سي اوتر شوز. القرقارات راهو معبر تسمى حيوي بالنسبه للبلدين، سواء موريتانيا سواء المغرب. حنا نتكلموا على مناطق مشتركه بين موريتانيا والمغرب، في بعض الاحيان مع المناطق العازله بين موريتانيا والمناطق العازله، بعض الاحيان منقبين تاع ذهب موريتانيين قتلوا للاسف ورحمه الله عليهم، قتلوا في قصف بالدرون المغربيه في المنطقه. اللي يدخل للمنطقه العازله الدرون يعطيه للراس، سواء درون تركي سواء درون اسرائيلي. اوكي المهم قلت لك عندهم عقود مع شركات، داروا عقد عندهم 6 شهور مع شركه استراليه اللي تخرج المعادن، نسيت اسمها الشركه، ولكن حوس جوجل تصيبه، تصيب الارتيكل. من وين يستخرجوا المعادن؟ من مناطق المحررة الصحراوية. خويا المناطق المحررة راهو يسمع الكلام تاعك المينورس، وهذا راهم يجيو يصدموا على المناطق المحررة. واحد ما يقدر يدير حاجة في المناطق المحررة راهو الدرون يعطيه للراس مرة أخرى. راك انت المشكل تاعكم خويا، نقول لك حاجه، المشكل تاعكم راكم على بالكمش اصلا ما هي البوليساريو، ما هي الصحراء الغربيه، ما هي الصحراء المغرب، ما على بالكمش اصلا بالتفاصيل. راك من الصباح تحكي تخلط بين القرقارات وتخلط بين المناطق المنطقه العازله، وما على بالكش باللي البوليساريو راهو في تندوف. راهم في تندوف فقط، ما على بالكش باللي عندهم سوق يبيعوا فيه المواد الغذائيه الجزائريين، ما على بالكش باللي عندهم يستوردوا سيارات اكثر من 3 سنوات، ما على بالكش باللي الطائرات العسكريه عندهم الاولويه فيها قبل الجنود الجزائريين. الناس هادو انا المشكل تاعي كجزائري. دركا القضايا الامنيه انا مستحيل اشوف، لو كانت تقوم جمهوريه هذه اللي يسميها الجمهورية العربية في شمال إفريقيا، انت اللي تتكلم عن الأمن، لو كنت تقوم جمهورية هذه وش يصرى؟ اقتتال، انقلابات، يتقتلوا هما أصلا الآن يتقتلوا بين بعضهم تاع البوليساريو. دونك المنطقة راح تنفجر. علاه درك فرنسا راهي تغير في موقفها، اسبانيا غيرت موقفها، الولايات المتحده الامريكيه؟ لانه ولا واحد. علاش محمد بوضياف رحمه الله عليه موقفه كان ضد قيام بوليسار الدوله هذه تاع الجمهوريه العربيه؟ علاش فرحات عباس في السبعينات قال لهم راكم ديروا في كوارث لما تدعموا هذه؟ لانه قال لهم اموال الجزائريين وانت روحوا، لانهم يعرفوا بانه تهديد على المنطقه الناس هادو تاع البوليساريو. هذه هي القضية وما فيها خويا.
صح صح اوكي. مال انت راك تدعم القضيه الصحراويه المغربيه يعني راك؟ انا ضد البوليساريو، انا ضد البطاطيش اللي ياكلوا في اموال الشعب الجزائري، الباقي يرميهم في المحيط الاطلسي، يروحوا يعيشوا في العيون، يروحوا يحرروا دبابات العالم، المهم يخرجوا من تندوف، والمهم اموال الجزائريين تبقى في الجزائر. اعطينا لي بروف باللي الجزائر تدعم عسكريا وتمد دراهم للبوليساريو، اعطينا دعم. وزير الجاليات في حكومة البوليساريو في 2020 في لقاء في باريس، والقضية فجرت القضية، قال لك ما كانش حاجة اسمها جمهورية عربية، وقال لك أن الجزائر منذ 1973 هي من تمونونا بالسلاح ومن تدعمنا ومن توفر لنا الطائرات للتنقل ومن فتحت لنا البعثات الدبلوماسية. أي واحد اللي يسمع فينا درك من بعد يكتب وزير الجاليات البوليساريو 2020 قدامها راح يلقى التصريح اللي هو تصريح بالفيديو صوت وصوره، ما هو شوقي بن زهر اللي يتكلم وزير الجاليات البوليساريو. يعني انت تمام راك تكذبني كي قلت لك باللي البوليساريو الصحراء الغربيه عندهم استثمارات وعندهم اموال تدخلهم في الخزينه تاعهم. أم هما ما اسمع البوليساريو أم هما تقول لهم عندكم استثمارات يضحكوا عليك خويا العزيز؟ وش استثمارات؟ الناس يدخل أم هم أم ما عندهمش استثمارات؟ هذوك راهم أموال الشعب الجزائري اللي راحوا داروا بهم شركات في أمريكا الشمالية، راهم ماهمش باسم، ما عندهمش دولة خويا، راهم دراهمك هذوك، راهم دراهمك. كاين شركة أسترالية تاع المعادن مشهورة كبيرة راح نسيت اسمها، أعطني اسمها، نسيت اسمها بعد نحوس لك على الله. هذه خويا أنا شوف هذه الشركة راهي دقيقة، الشركة هذه نسيت اسمها، راهي شركة معروفة جدا، كل واحد يطلع عندي في اللايف يذكرها لي. ما واليوم راك قلت لنا باللي راهي استراليا، اسمها نسيت اسمها. استراليا هي استراليا انا ونسيت اسمها، نسيت اسمها ملحقتش. ان شاء الله تتذكر اخويا. فوالا ونشوفوا المستقبل واش يوجد لنا. هذه هي، شكرا على مرورك وان شاء الله تكون فهمت برك هزيت انه الفكره اللي راك كنت هزها اصلا راك خارج كليا المنطق وراك خارج كليا الواقع. الحمد لله مانيش خارج من المنطقه، وانا متاكد باللي هذا المخزن راه يهدد في الحدود الجزائريه وراه يطالب في مناطق في اراضي. ما لا شوف المره الجايه انا قلت لك باش تكون انا راني نعاونك باش يكون الكلام تاعك عنده وزن وهيبه ومواقف، ماشي كيما النظام الجزائري اللي قال عليه لافروف لا وزن لا هيبه لا مواقف. جيب لنا الاسماء تاع ناس ماتوا في قصف مغربي داخل الأراضي الجزائرية، جيب لي تهديد في الحدود الغربية. هذاك الوقت أنا أول واحد نولي نقول لك راني مع البوليساريو، بصح لازمك تجيب لي الوقائع. أنا درك راني جبت لك بواحد زايد واحد بأنه أكبر تهديد على الجزائر وعلى الأمن القومي تاع الجزائريين هو الاستمرار تاع البوليساريو هذا اللي راهو مستعمرنا منطقة في الجزائرية تندوف، واللي راهو يأكل في أموال الشعب الجزائري بملايير الدولارات. شكرا على مرورك. مخيمات لاجئين، مخيمات الذل والعار. شكرا لك أخويا العزيز. لازمنا نفوتوا جماعة ما تطولوا الناس برك رجاء، يعطيكم الصحة. ديروا أصلا تشوف اخر مصطفى شمالي. السلام عليكم استاذ، تفضل. سلام اسمع فيا اخويا، اذا عندك كيف ولا نحيه برك ولا شارجور ولا حاجه كيما هكا اسمع فيا درك تخليها. تفضل، وش هو الموضوع؟ الموضوع عندك مواضيع مختلفة، تقدر تتكلم على الأزمة مع الكونغو الديمقراطية، تقدر تتكلم على ما قال وكالة الأنباء الجزائرية. الصوت مش مليح عندك خويا، سامحني، عاود دير الطلب تاعك نعاودو نطلعوك خويا. آخر مستعمرة في شمال إفريقيا هي تندوف، ومن بعد يجيو يقولوا لنا ندعموا
البطاطيش باش يتحروا. يا ولدي وحنا اللي لازم نحروا الاراضي الجزائريه، اللي يحب الجزائر يقول لك انا نروح نحرر تندوف. حنا دركا تسمى الانسان ناضل من اجل الاستقلال، الناس ماتت من اجل استقلال الجزائر، وناس ضحات وناس جاهدت وناس قاومت، تحررت جل الاراضي الجزائريه، لكن بقات تندوف مستعمره من طرف البوليساريو. دونك الانسان اللي حب يحرر شي حاجه يروح يحرر تندوف. انا يبان لي انا عندي جهه تنسف في ملايير الدولارات من الاموال تاع الشعب الجزائري المقهور او داخل رمضان، على بالكم باللي في وهرن يا جدك. انا ما نقدرش، قلت لكم لو كان نبدا نتكلم على الفضائح تاع النظام الجزائري لازمني ايام وانا نتكلم. وهرن عاصمة الغرب الجزائري، انصار النظام يقول لك لو بتي باغي، باريس صغيرة، باريس صغيرة 10 ايام ما عندهمش الماء، 10 ايام. وتبون عنده سنتين قال لهم شوف الماء لو كان يتقطع اكثر من يومين في وهرن، قالها في وهرن، راهي تصرى كارثة، او 10 ايام في 2024. بيجي تقول لي انت نحرر وما تحرر وما على باليش شكون تحرر، روح حرر روح. قال لك السيخونة، قال لك المناطق المحررة، وهما المناطق المحررة هادو هما هي الناس ما على بالهمش اصلا وش هو هادو المناطق اللي يسميوها محررة. هي منطقة عازلة، كاين جدار رملي دارته المغرب في نهاية الثمانينات، بداو يبنيوه. الجدار الرملي هذا اللي اكتمل ما تقدرش اصلا تفوت فيه، اللي يفصل بين المناطق هذه العازله، لهذا تسمى منطقه عازله، ما كانش اسمها اي صحراء. ودرك هذه الصحراء منذ ان نصرت في 2020 القضيه تاع القرقارات هذيك، اللي يقرب الدرون يعطيه. والدليل انه شاحنات جزائريه لما دخلت قصفت، لان دخلت الاراضي ما لازمش تدخلها. المينورسو ما هضر ولا شيء، انت واش داك المناطق عازله، واش داك المنطقه حربيه، وعلاش هما الشاحنات، الشاحنات اللي تعرضوا للقصف علاش يمروا على المنطقه العازله؟ لانه ما كانش طريق الموريتانيا، ولانه المعبر الحدود اللي كان يدشن فيه تبون، او ما كانش طريق، ما كاينش طريق، لا توجد طريق. استناو بالك عندي فيديو باش تشوفوا هادو القضايا، لازم ساعات باش نقدر نفهم. تما سي كومبليكي، والناس كشفتوا السيخونة اللي طلع راه ما فاهم حتى حاجة، والله ما على بالو بها وين صدى. استنى تشوف اسكو. هاو جزء بركة، هاي طريق الموريتانيا، هذه هي ترى. هذه راك تمر على المنطقة العازلة، الطريق الموريتانيا مكسر ما تقدرش تفوت، لا شاحنات لا سيارات لا أي شيء، داروا معبر حدودي دون طريق. دونك نهار الشاحنات الجزائرية راح تمر على المنطقة العازلة هذيك، استحكم عليها الدرون. راك تعرف البريق وبهذاك الوقت بالبريق دار تيبي 2، البريق دار تيبي 2، الجيش الاوكراني راه دار لها اغنيه. يا اخي على بالكم باللي الجيش الاوكراني استعملها في المواجهه تاعو مع روسيا، درجه الفعاليه تاعها. دونك يعطيك على الراس، راك فرص النجاه 0%. حراك جزائري يحرق في عجل الطائره، عندك 0.01% فرص نجاه. واحد يدخل المنطقه العازله، مش على بعضنا بقضية مربحنا فيها وزدنا خسرنا أرواح تاع جزائريين في قضية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد. واش راح ندير لكم أنا؟ اللي كان طلع، إذا تحب تعاود الطلب تاعك عاود الطلب تاعك خويا، راني يعني شافع البسودو تاعك. بركري يقولوا لنا الصوت اللي مداير شارجور، مداير الشارجور راه الصوت يفسد. السلام عليكم. مساء الخير، تفضل. سلام اخي، انا بغيت برك نسقسيك حاجه خويا. انت راك
نسقسيك برك خويا، معليش نسقسيك وجاوبني. معليش خويا، معليش خويا، انا بغيت نسقسيك، اسكو تي سبيسياليست دون لا جيوبوليتيك في السياسه؟ سي كوا سبيسياليست دون لا جيوبوليتيك؟ Je te demande, je te pose la question. On est posé la question. Un analyste. Déjà, pour avoir une réponse, il faut déjà qu'on comprenne la question. دونك سياسه قاري ترجمه، انا قاري ماشي ترجمه برك، قاري لسانيات وقاري ايضا علوم سياسيه في جامعه قسنطينه لما كنت في جامعه قسنطينه. على بالك بلي كاين حاجه ويت دقيقه، كاين حاجه تسمى دوبل كورسوس، واحد عنده يقرا اختصاصات. انا عاودت شهاده البكالوريا لما كنت في الجزائر وجبتها، نتذكر حتى نعطيك بالك المعدل جبتها بالك ب 10.10 ولا برك باش ندير علوم سياسيه، لانه في الجزائر ب 10.00. الله يبارك خويا، الله. انا سمعتك تهضر على البوليزاريو، كي سمعتك تهضر على البوليزاريو دركا خلينا من شوقي بن زاره. دركا راه كاين، راني دائما نقول راني جاوبتك باش برك ما نطولوش، كاين موقع اسمه لينكدين تقدر تروح.